ملكية ولا وطنية له ولا ملكية له. الصحراء لأنه لك ناس يدعون بالوطنية ويدعون بالملكية. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية. حمودة الدالي دائما كل محاكمة كتكون يعني كتكون روينة، كتكون موضوع روينة. خليكم معنا نشوفوا أشنو كيقول. يعني نتمناو حتى هاد الجلسة هذه يعني ما يخرجش هاد الوقفة الاحتجاجية السلمية، ما تخرجش عن أنا اللي كما كنقولوا أن المجرى ديالها بسبب التواجد ديال حمودة اللي كيدير الروينة قدام المحكمة. هنا نشوفوا أشنو كيقول وأشنو كيطالب. بغينا نسولوا هاد الناس نسولوا هاد الناس ونوري شوف تيفي اللي قالت لك فين ما تيجي الدالي تيخلق الحادث وتيخلق الفوضى. علاش ما قالتش هاد الصحفيه المعقوله؟ علاش ما قالتش هاد الصحفيه على المضاربه اللي تضاربوا؟ علاش ما قالتش الصحفيه اللي حضرت الاكراميه والفلوس اللي تفرقوا؟ علاش ما قالتش ملي تضاربوا بجوج؟ انت كتكذب على الناس كاملين، انت كتكذب دالي. علاش كتكذب على الناس كاملين؟ تنطالبوا بالصلح التام، تنطالبوا دالي. شفتي ماشي مشكل دالي، ماشي مشكل. نعم اسيدي، كيقولوا انك كتكذب على الناس وكتقول شي حاجه اللي ما كايناش. كل كتكذب على الناس ما نكونش مشدود. شوف علاش كلشي كيتشكى منك؟ كيتشكى مني خويا ما دويتش معاك، هذا ما سمعتش، ما كلمتكش، انا ما هضرتش معاك مباشره. انت معنا المباشره. شوف ديما حموده، علاش كتكذب على الناس؟ الناس اخوان جينا حنا هناك حنا مالك سيدي مالك سيدي حنا كمطالبين بالحق المدني. حنا هذه رسالة إلى الشعب المغربي. واش تبغيو شي واحد يزباكم ما كسيدي؟ شنو المشكل ديالك؟ انا كنشملها فوق شنو كيدير حموده كيكون واقع المشكل. مالك اشنو ديالك؟ الله يخليك اجيني هكا سيدي. سيدي مالك معاه؟ ما دار لي والو. سيدي ما هضرش انا كاع معاه، هو لصق فيا كون هاد الدرس وخيا. انا ما كلمتوش، ما نرضاش نكلم واحد مخروط الصراحه. اسمحي لي انا هنا كنشوف اللي تعدات على رجال الامن. هذا بلا ما تسمخ راسك رجال الامن ما دويتوش. هذا اللي تتقولوا نصاب، شكون اللي مسدود بالنص؟ ما قالكش انا ولا هذوك اللي تتسعوا عنده؟ انا ولا هذوك اللي تتسعوا عنده؟ وحشومه اللي تقولوا تضرب في السعايه. وانت شوف اكبر من الصاب هذا ضرارة الإهانة هذه. أنت هذه راه إهانة هذه السعاية الكبيرة. أكبر سعاية هو أنت. إهانة السعاية. لا حمودة الدالي كيتهمهم بالسعاية. أنت تتهمنا بالسعاية السيد. اللهم لا منكر. حنا تتهمنا بالسعاية السيد هذا. أكبر سعاية. هذه راه تقول الناس. هذه راه تقول الناس. ديروا النظام ديروا النظام. عاش الملك. عاش الملك دينا. عاش الملك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. قلت ان كنتمناو الوضع ما يخرجش على السيطره، لان التواجد ديال الدالي دائما كيستنفذ. هنا كنشوفوا تدخل رجال الامن اللي غيحاول انهم يحيدوا من هنا. التواجد ديالو كيستنفذ المناصره ديال يوسف الزرواني اللي كاين عندهم دعايا ويوسف الصحفي انه هنا ما قبلش على شي واحد بالشده. اش تقول حمايه صعيبه؟ انت ولاد، 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 الله يهديك، 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 دائما حموده في كل وضع يعني هو الاخير.
طبعا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما قلت في الاول وكما شرت في الاول، كنتمنى ان الوضع يبقى تحت السيطرة، لان الوضع كان احتجاجية كيكون عادي، حتى كيظهر حمودة الدالي اللي كيستفز ساكنة مكناس ونعتهم بالسعاين هنا، اللي خلاهم المناصرة يوسف الزروالي يخرجوا عن الصمت ديالهم، يحتجوا بطريقة ديالهم، لانه دائما كيحاول يستفز سواء صحفيين او يستفز المناصرة يوسف الزروالي، فنعتهم بانهم الكل اللي حاضر هنايا شاد بفلوس من الصحفي حتى المناصر حتى اللي كيتفرج حتى اي واحد. وكيحب الملك ديالو والوطن ديالو، الشعار ديال السيد هذا اختي فيما كيجي عندنا المكناس هنايا كيحقرنا، واش هذا المكناس هذا ما عندهاش مواليه؟ والمسؤولين ديال المكناس السيد هذا كيحقرنا، كيجي كيعطي ديما كيعطينا واحد الكلمه خصو اللي جاحنا بها. يوسف الزروالي اشرف منه، يوسف الزروالي كيبغي الملك عليه، يوسف الزروالي كيحب ورينا هذا شنو كيدير، هذا دابا اللي كيهضر وتيقول سميه، ورينا شي جمعيه، انا دابا عندي دفاع وعندي سميه، فين ما كاينش يوسف الزروالي من الرضا يلاه فينا هو، يلاه ورينا شنو كيدير، شنو عنده شي جمعيه، ما حنا ماشي سعايا، والله ما كنعرف يوسف الزروالي، انا ماشي سعاد، انا جاي وفلاح وعندي الثومة وعندي البلاد ديالي وعندي الطيور ديالي، علاش سيرت لي سعايا؟ علاش؟ حنا ماشي مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما شفت في الاول وقلت على ان كنتمنى ان طبعا تحية لرجال الامن الوطني اللي كيحاولوا دائما هذه القضية هذه باش يخرجوا بأقل خسائر، ما تكونش يعني الشباكات هنايا، كيف ما شرت في الأول أن حمودة الدالي كيحاول دائما يخلق الفوضى أمام المحكمة الابتدائية اللي كتكون كتعرف وقفة احتجاجية سلمية، حتى كيظهر حمودة الدالي وكيبان هو والتصاريح المستفزة ديالو، أو المبدأ استفز قال أن معظم الصحفيين كيشدوا الفلوس وكاع اللي واقف هنا كيشدوا الفلوس، فهذه إهانة للجسم، إهانة للجميع. فعلى كل حال كيف ما قلت نتمنوا انه هاد فاش يخرج ما يوقعش، يعني اللي ما يكونش حاجه اللي ما تكونش في الحسبان. فين هو؟ راه تما اجي اجي هذاك الفيصالي هذاك اللي باغي يحمقنا حنا هنا. هنايا شنو الحاجه المستفزه اللي انتم ما قلقتوش؟ الحاجه المستفزه قال لك حنا سعايا، حنا واقفين جايين على واحد القضيه ديالنا تنهضروا، زقنا لقينا هو تيقول لنا انتم سعايا تابع الزروالي، جمعنا مجموعه كاع كامله. انا حتى اللي واقف واللي جاي يقضي غرض ديالو. ماشي هذا تطول على مكناس، تطول على مالي، تطول على المغاربه. اختي تحياتي كما من برا غنبقى نزيد نهضر بزاف، راه ارتاح ارتاح صرا غنيه سافر التعبير ديالي نفس الشيء، اللغه صرا غنيه سافر ديال الصحراء بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا ان كاع الناس، الاب الزروالي يتدخل على الخط، الاب الزروالي كيدخل على الخط. ما تصيطوش هاد بوزبان اللي مع الزروالي كله يجي بحالو. لا لا شنو اللي قلقك على لا لا اللي مع الزروالي يجي بحالو، الله يرحم الوالدين. ولا لا لا شنو قلقك؟ ما بغيتش نبان، لا ما بغيتش نشوفك لا ما غاديش يشوفك هو يوسف. هذا حموده الدالي كينوض الفوضى هنا، دبابه الكلب. لا ما نسبو حتى شي حد، لا ما نسبو حتى شي حد، ما نسبو حد. طبعا معنا على المباشر اب يوسف الزروالي، عادي اب يوسف الزروالي اللي حاول انه يهدئ الاوضاع وحاول انه يطلب من كل المناصرين باش يتمسكوا بالاعصاب ديالو، ولكن هو ما قدرش يشد الاعصاب ديالو لانه يتمسك بالاعصاب ديالو، لانه كيشوف حموده الدالي كيستفز اسره يوسف الزروالي والمناصرين والمكان بصفه عامه. فهو فحنايا براسنا يعني نعتنا بانعاس اللي هي حقيقه
في القضيه ديال يوسف الزرواني كيجي الجلسه، الجلسه كتبدا مع الوحده، هو كيجي كيستفز كما انا شحال مره كيستفزني، وكاين دلائل وكاين فيديوهات. شوف سير تخدم يا الحمار ياك، ولكن الا جيتي سير تدخل الجلسه بلا ما الناس هادو هنا، الناس هادو الناس هادو راه ما تقاش الانسان اللي تيقول شوف هاد الشريبه، الانسان اللي تيقول السعاي راه هو السعاي. لا كتقول للمناصرين انهم يتمسكوا الاعصاب ديالهم، شنو اللي خلاهم انهم يخرجوا على السيطره من بعد؟ شنو انا الوقفه الحاجه اللي كانت سلميه في الاول؟ محمود الدخان هو اللي تيدير هذا الشيء، هذا السيد هذا اللي جا هو اللي تيدير هذا الشيء، كان العالم تيجي كان ساكن في الوطن ديالنا، كان شي مالكنا، ماشي السيدي باش نوصل الشرف ديالنا، هو عبد الله الصابوك هو اللي خصابوك. ما غاديش يتسنى منا شي حاجه، ما غادي نقاديو فيها. انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه، بغيت نعرف واحد الحاجه، كنشد القضيه ديال عادل الميلودي، وكنضمن عادل الميلودي، وانا اللي كنت تكون جلسه ديال عادل الميلودي في القنيطره، ما كانش يقدر يجي باش يدير لنا هذا الشيء. هذا انا اليوم جيت كنقول نقولوا شوف هذاك راه عنده الاولاد، وهذا اختي واحد النداء غنعطي لهذا الدالي، كنقول له الله يرحم لك الوالد، راه عندك اولاد، عندك اولادك، عندك باك، عندك خو، راك انت عيطتي هذاك راه ما عيطش، واخا تكون يهودي. شوف والد هذا السيد هذا واش هو ماشي مغربي؟ اقول له مالوش دار لك هذا السيد هذا؟ ديما كتهدد له، ديما كدير حشومات عليك، راه مغربي. حنا تنعرفوا حاجه وحده، هو الوطن المغربي. شكرا. معتقدين بالله سبحانه وتعالى. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، اليوم حكم اوباما، اليوم غالبا غيكون اليوم الحكم نطق بالحكم في القضيه ديال يوسف الزروالي. فهنايا كيف ما شفتوا باش بدينا البث المباشر، بديناه بالتصريح لكي يبين على ان حموده لحظه وصول حموده الدالي، يعني التصاريح ديالو اللي هي مستفزه وكتستفز كل المتواجدين هنايا، اللي وصفهم بالسعايين ورشيويه وخير الى غير ذلك. زين زين. يا الله ما تعطيني حتى شي واحد شي ريال وعباد الله. خويا هنا 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 اللي هنا كلشي، حتى واحد ما تعطيني كلشي هنايا شي ريال. الجهل هذا اللي جاب جيبو مع جيبي. شوف انا فلاح، انا راني فلاح وولدها موري وتنخدم على راسي، ويوسف بقى فيا تنجي كل ثلاث لهاد المكناس هذا. حرام ديرك وكان عندنا فقر وانا هاد يوسف وتنعرفوه، والله اقولك كله يهبط كله يهبط، وهذا الرجل هذا كله بيقولك حنا سعايا حشومة عليه. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. سعايا والا هو السعاي، تنجي هو السعاي، خربت هو السعاي، ونجيبنا وعارفيننا كنجيبنا. اجينا باش يبيع معايا، اجينا يلا يجي معايا يعرف، تفضل يعرف هذا السلاح اللي كله بيقول لك انت سعاي. واش انا تنسعى؟ انا ما تنسعاش، انا دير لك بابي، دير البابي ترا ماشي هاد الرجل هذا، دير لك ماما، دير لك ماما داك الشيء بك الراق الرداد 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 ديالك كيطير. طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما شفتوا معنا هنا، انا ما تنطلبش بنادم يقول سعاي. هاد يوسف هذا انا تنجي نوجه الله، تنشوفو كيف في اليوتيوب عباد الله، انا خدام على راسي، وكل غيرتنا حنا سعايا. الا بغى هو الحواله يجي عندي انا نعطيه الحواله، انا فلاح، انا راني فلاح. وفين ما يجي لهاد المحكمه يقول لي لا تتخبطوا الفلوس، يجي يوري لي هاد الفلوس، يعطيني شي حجه، هاد الدالي هذا يعطيني شي حجه. دائما متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، انتم معنا من عين المكان، من هنا من امام المحكمه الابتدائيه، وفي فصل من فصول
المحاكمة ليوسف الزروالي، انتم كتبعوا معنا الآن جانب من الحضور المناصري يوسف الزروالي، قالوا مساخطين ويعني انهم سمعوا إهانات. عاش باش يبقى ديما يتهمنا في الشرف ديالنا، لا يحيوه لا يكمل عليه. الموسخ الاخر خطرة هادي غتبرى فيك جوج كلمات. منين جا هو؟ إلا بقيتي كتقول سعاية ولا طلابة أمام المحكمة جيتي وادخل بحالاتك المحكمة، ما تبقاش تقول لهادو سعاية ولا طلابة. وأنت شكون أنت بالسلامة؟ شكون أنت بالسلامة؟ السيدة قالت كلمة، السيدة قالت كلمة وحدة رديتيها انفصالية المرتزقة وتعتري من فميها. وأنت شكون أنت بالسلامة اللي قلتي أنا إيطالي ماشي مغربي؟ ما كاينش اللي حاسبك. أنت شكون أنت؟ أنتايا أنتايا اللي كيقولوا لي الداري. أنت شكون أنت بالسلامة؟ بالفيديو تعيختي كاع. هو الفيديو ديالو كاين. ما خليتي تبلي. يقول لك أنا لست مواطن مغربي. ماشي يقول لك ماشي مغربي ايطالياني. وهذيك النهار وهذيك النهار جبدنا باسبور ايطالياني وجبدنا كارت سيجور ديال الطاليان. شكون انت بصفتك؟ غادي تكون غادي تقدر بنا حنا بالسعاية. حنا بعدنا منك بعد منا. بغيتي الحرب؟ بغيتي الحرب ندخلوا معاك الحرب. نجبد لك التخت ديالك. شنو درتي مع راجل اختك في خنيطرة؟ خليونا ساكتين. خلينا ساكتين. احتراماتي لخوك. خوك راجل عليك، احتراماتي خوك راجل عليك، عبد الفتاح راجل عليك، عيط ليا قال لي انا مزاوك، خلي اختي في التيقار، علاش قصتكم؟ انا جبت لك التخت ديالك ونقول لك شحال دات خصك وشحال وشحال وشحال، حنا ما بغيناش نبقاو نطولوا معاك هذا الشيء، باش تنوض انت وتبقى تقول لنا السعاية، حنا كاع تنسعوا الله، كاع تنسعوا الله، كل ما كنتش انت سعاي ما غاديش تكونوا حنا سعاية. والسلام عليكم. السعاية واش شاف شي واحد؟ لأن بنادم أصلا كله فم واصحابي، الفم اللي يقول التمار يقول واش شاف شي واحد هالسينية؟ واش شاف شي واحد غاتصرف قدامه؟ بنادم هذا الواحد لما وصلكش غيعارك بواحد المعيور ما فيكش. هو شفاها. هاد السعاية راه فيها وفيها. راه كاينة نقولوا اللي كيطلب ديال الله شي حاجة رخيصة، المصيبة أخطر، كاين النصاب وكاين السعاي. راه كاين جوج. النصاب وعلمة السعاي. السعاي راه كيسعى. والنصاب اللي خاطر. النصاب اللي خاطر يكون شي واحد نصاب ولابس قميص ديال واحد اخر، هادي اللي خايبه. اللهم السعاية ما عمرت عايش شي واحد السعاية. باش عرفتي هاد السعاية؟ دابا حنا ولينا كنشوفوا بنادم غاتخرج لي عنده فمو تيقول لك بقاو شي صندوق ولا يوسف الزروالي. شوف شوف راه اخطر حروب، حيت ولكن الخطا كنديروه حنا. الخطا كنديروه حنا، حيت فاش غيجي شي واحد وعارف ان غادي يهاجمنا بشي كلمه اللي غضرنا وغضر المناصرين ديالنا، هذا غيدوز ما يتسوق له حتى واحد. كيتسمعوا عليه. انتم كتمشي عندو. حنا سمعنا فرصه فين يهضر. سمعنا ان هذا الحموده الدالي يعني كيقول ان اللي حاضرين هنايا سواء المناصرين ولا واقفين ولا اللي كيصوروا ولا حتى اللي كيصوروا صحافه او يوتيوبر اللي كيدير كلشي كيجبد الفلوس. اذا انت شاده. لا واش انت شاده؟ جاوبينا انت. هو قال. لا واش انت شاده؟ هو قال. اذا فاش قال لكم انتم سعايا راه ما قصدش شي واحد معين، راه قصدنا كلنا، يعني راه عمم، ومن اخطا في التعميم اسرع في الحكم ديالو، ما تحكمش على كل شيء ساعه. علاش حموده بلعاني فاش يعني كيحاول انه يستفز؟ هذا استفزاز. علاش؟ باش نوضوا حنايا نسبوا ونعايروه، باش يدخل هو، باش يدخل هو عند السيد وكيل الملك يقول لهم شوف انسى الزروالي راه تيضربونا وتيديروا لنا وتيفعلوا لنا. ما درنا له والو، حنا ما تنديروا ليه والو. الفتنه وصلت. ها؟ الفتنه. الفتنة اشد من القتل، هي الفتنة، وانا ديما تنقولها لهم، تنقول لهم الله يجازيكم بخير، اي واحد جا ماشي غير هو، اي واحد جا
ما تحاولوش تمشيو عنده. لا 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 ما تحاولوش تمشيو عنده. هذا الرأي الآخر هذا في إطار التغطية. ها؟ لا في إطار التغطية والكاع على راسك حيت فاش كانت السعاية راه تتا معانا. تتا معانا. المناصرين هو كيحسب المناصرين. لا لا ما كانش المناصرين هو عمل هو قال كلكم سعاية وكلكم سعاية يعني واخا حتى أنا كنت في قهوة أنا كنت سعاية. أنا المناصرين. نصره الله هذه ديال سيدنا الله يطلع الدرجه ديالو صوره سيدنا النجمه ديال سيدنا الله يطلع درجته الله يسهل عليه ويكون تاش فوق راسنا ان شاء الله باذن الله ويشوف سي يوسف يخرج لوليداته هذا هي العلم بلادنا علم بلادنا ان شاء الله المغرب يلا محمد السادس راية محمد السادس عالية تبقى عالية إن شاء الله بإذن الله دينا دائما كنشوفوك هنا كتجي باش تناصري يوسف علاش؟ لحقاش أنا لحقاش أنا هذاك الولد كيدير الخير وأنا كنبغي بلادي وهو ديما هز الراية المغربية كيعلي بها واللي كيبغي الملك وكيعلي بالراية المغربية كنبغيوه كاملين حنا كنبغيو الراية المغربية تعلى وتزيد تعلى هنا بحال الراية المغربية ما كايناش دابا بين بلادنا تطلع الفوق الفوق ان شاء الله هادشي اللي كنشوفو مشاهدي قناة شوف تيفي لهنا نقول لكم دمتم بألف خير في انتظار بث مباشر آخر بعد قليل.